متابعينا الكرام في السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. طبعا كما لاحظتم تأثرت المملكة خلال الأيام الماضية، لا سيما خلال 24 ساعة الماضية، بموجات غبارية وبعض الموجات المطرية ناتجة عن تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. خلال الساعات القادمة ونهار يوم غد نطلع على حركة وسرعة الرياح، فنلاحظ أن مع ساعات ظهر هذا اليوم كانت الأجواء بوجه عام مستقرة في عموم مناطق، ظهرت بعض السحب، ولكن تنشط الرياح مع ساعات هذه الليلة الرياح الشمالية والشمالية الشرقية فوق الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة، مما قد يعيد إثارة الغبار من جديد على هذه الأجزاء بما فيها العاصمة الرياض كما تلاحظون. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة نهار يوم غد، يتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الشرقية والشرقية على العاصمة الرياض ومناطق الوسطى، بالإضافة للمناطق الشرقية وجنوبية الشرقية، مسببة موجات من الغبار مرة أخرى قد تكون كثيفة في بعض الأنحاء، بعض الرياح الشرقية أيضا في المناطق القريبة من حائل. سمة هذه الأجواء مستمرة معنا خلال الأيام القادمة، والرياح الشرقية التي ستكون على المناطق الدمام والسواحل الشرقية ستزداد يومي الثلاثاء والأربعاء في الأيام القادمة. توقعات الهطولات المطرية، إذن اليوم كان لدينا هطولات مطرية في هذه المناطق، تبقى الفرصة مهيئة هذه الليلة لبعض الزخات من الأمطار حتى على العاصمة الرياض، ولكن تركيز حتى الاستقرار الجوي كان على الأجزاء الغربية من المملكة. بالنسبة لنهار يوم غد الاثنين، فيتوقع أن تتجدد فرص هطول الأمطار على المناطق الوسطى من المرتفعات الغربية بما فيها مرتفعات مكة والطائف، كذلك تمتد الفرصة يوم الاثنين تشمل أيضا مرتفعات باحة والأبها، مرتفعات الباحة وأبها وبعض مرتفعات أيضا عسير، وتمتد زخات رعدين وأمطار بعد ظهر الاثنين تشمل أجزاء قريبة من القصيم وما بين القصيم والجزء الواصل ما بين شمال غرب المحافظة العاصمة والأجزاء الجنوبية الغربية من القصيم، وتمتد بعض أيضا الزخات المطرية الرعدية شرقا إلى بعض هذه الأنحاء. تتشدد مرة أخرى فرص الهطول في العاصمة الرياض غدا مساء ولكن بشكل محدود بوجه عام. يوم الثلاثاء تضعف رقعة واتساع حالة عدم الاستقرار الجوي بعكس ما كانت عليه خلال الأيام الماضية، لكن تبقى فرص الأمطار حاضرة على الجبال الغربية للمملكة سواء الوسطى منها أو الجنوبية الغربية منها بمشيئة الله تعالى. الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض تبقى الطقس مغبر، درجة حرارة صغرى 28 درجة مئوية، والطقس أيضا جاف ومغبر بوجه عام مع ارتفاع في نسبة الغبار في الأجواء مع هبوب الرياح ما بين شرقية إلى شمالية شرقية تنشط على فترات. الأحوال الجوية متوقعة غدا في مناطق المملكة، نبدأها من المناطق الشمالية كالعادة، ونبدأها من سكاكا 32-19، حرارة 32-18، في تبوك من 34 إلى 20 درجة مئوية. المناطق الغربية كما ذكرت تتجدد فرص هطول الأمطار فوق مرتفعات مكة والطائف، 40-30 في مكة المكرمة، 32-23 في الطائف، 36-28 في جدة، أما في المدينة المنورة من 39 إلى 27 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية من المملكة 29-20 في مرتفعات أبها، وكذلك الحال في الباحة 27-22 مع فرص لأمطار رعدية في مرتفعات جنوب غرب المملكة، من 35-32 في جازان. المناطق الشرقية المملكة في الحساء من 38-25 أجواء غالبا غائمة، لكن هناك فرصة للموجات غبارية على الحساء، الدمام رياح نشطة 35-25 مع أتربة مثارة، أما في حفر الرباط فتكون من 35-24 درجة مئوية. في العاصمة الرياض من 37-26 أجواء غائمة جزئيا، فرصة ضعيفة للأمطار لكن ربما تكون بعض الشيء الأجواء مغبرة غدا، القصيم 37-24 وفي حائل من 33-20 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، الاثنين من 37-26 كما ذكرنا فرصة لبعض الأمطار المحلية والغبار موجود حتى غدا الاثنين، 37-24 يوم الثلاثاء و36 إلى 24 يوم الأربعاء. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.